السؤال اللي بيتكرر دايما، سواء لما اطلع لايف، سواء لما بعمل فيديو بيكتب لي في التعليقات، او حتى بيجي لي في الرسائل الخاصه، ازاي نتعلم كلمات بالطريقه الصحيحه؟ لو عايز تتعلم كلمات انجليزيه، ايه افضل طريقه لتعلم الكلمات الانجليزيه؟ وعلشان كده جبت لكم النهارده افضل طريقه لتعلم الكلمات. وانا قصدي اقول تعلم الكلمات مش حفظ الكلمات، لان احنا اتفقنا ان مفيش حاجه اسمها حفظ، والحفظ ده هو افشل حاجه في اي حاجه. الصح انك انت تتعلم الكلمات الجديده، ومن افضل طرق تعلم الكلمات الجديده انك تتعلم الكلمه وتعرفها او معناها بالانجلش، ما تحطش المعنى العربي خالص. احد مطوري البرامج في ماتشيجن بعت لي تطبيق لتعلم اللغه الانجليزيه، وطلب مني ان انا اراجع التطبيق ده واعمل له مراجعه كامله علشان اتاكد اذا كان التطبيق ده كويس ومناسب ولا لا، واقدر اقول له اذا كان عندي فيدباك عن البرنامج، هل في تطورات معينه ممكن اضيفها في البرنامج او اقول لهم عليها يحسنوها في البرنامج ولا لا. ومن تجربتي البسيطه للتطبيق ده اقدر اقول لكم تطبيق ممتاز جدا لتعلم اللغه الانجليزيه. انصح اي حد مهما كان مستواه، سواء بيتعلم من الصفر او كان مستواه متقدم، انه يستخدم البرنامج ده في تعلم الكلمات الجديدة. يلا بينا ننتقل لواجهة البرنامج واقول لكم بالتفصيل ازاي تستخدموه من الالف للياء. يلا بينا. التطبيق سهل جدا واستخدامه بسيط جدا وواجهته في منتهى البساطة. مهما كنت انت مبتدئ ومهما كانت قدراتك في التعامل مع التكنولوجيا بسيطة، هتلاقي سهولة كبيرة جدا في التعامل مع التطبيق. زي ما انتم شايفين دي الواجهة الاساسية بتاعة الابليكيشن او تطبيق. عندك هنا الخانة بتاعة words، ودي مجموعة كلمات بسيطة بتنزل زي standards كده، بتبقى حاجات اساسية في الابليكيشن. مش بيبقى محطوط فيه كلمات كتير، هو بس بيعرفك انت ممكن تعمل ايه. زي ما انتم شايفين كل كلمه بيبقى قصادها صوره، وتحت المعنى بتاعها ممكن تضيف انت المعنى ده وتعدله بلغتك انت. بس انا ما افضلش انك تعمل كده، افضل ان انت تعمل ايه، ان انت تكتب الكلمه وتحط الديسكريبشن بتاعها اللي هو معناها بالانجلش. اتعلم انجلش ان انجلش. لو انا دلوقتي اتعلمت كلمه جديده وعايز اضيفها جوه البرنامج، ازاي اقدر اعمل كده؟ بمنتهى البساطه هتدوس على علامه البلس اللي لونها احمر دي، وبعدين هتكتب الكلمه اللي انت عايزها. وليكن مثلا انا اتعلمت كلمه زي كلمه افريد مثلا، افريد، بكتب الكلمة عادي، وبعدين باجي في خانة الديسكريبشن ده واكتب الوصف بتاع الكلمة. طب هو الوصف بتاعها ايه؟ يعني ايه افريد؟ هبقى انا في بذاكر مثلا الكلمة الديفينيشن بتاعها او التعريف بتاعها بالانجلش، فبنقل التعريف بتاعها. be afraid means to feel fear. ده كده ديسكريبشن او الوصف اللي يساعدني ان انا افتكر الكلمة في اي وقت. وممكن من خلال البار الموجود ده احدد الديفيكولتي بتاعة الكلمة، هل الكلمة دي تصنف صعبة بدرجة قد ايه بتقييم من 1 لـ10. انا بقيمها زي ما انا عايز، فمثلا هديها 2 لان هي كلمة سهلة والبرونانسيشن بتاعها سهل. لو عندي كلمة مثلا البرونانسيشن او النطق بتاعها بيكون اصعب شوية، في الحالة دي ممكن ازود الليفل بتاعها شوية، وكل ما اتعلمها واتقنها اكتر ممكن اقلل الليفل بعد كده. الخانة بتاعت تشوز ايمج دي هندوس عليها، وبعدين هنختار من الجاليري ان احنا نجيب صورة لها علاقة بالكلمة اللي احنا اخترناها. فانا كنت منزل صورة هنا لها علاقة بكلمة afraid، احطها بالشكل ده مثلا، وهبدأ اقوله choose، هلاقي ان الصورة نزلت لي هنا. هعمل save. بمنتهى البساطة هلاقي الكلمة، لما انزل بقى تحت كده هلاقي الكلمة خرجت بره اهي، afraid to feel fear. طب انا معرفش النطق بتاعها او نسيته، او لما اتعلمتها ما اتعلمتهاش بنطق، انا شفتها بس كتابة، طب انا عايزه ينطقها لي، اعمل ايه؟ بمنتهى البساطة هدوس على الكلمة واعمل كده afraid afraid، هينتقل الكلمة على طول بمنتهى البساطة زي ما انتم شايفين. انا ممكن بقى اضيف عدد لا نهائي من الكلمات زي ما انا حابب، كل ما اتعلم كلمة جديدة او مضيفها على طول في القائمة بتاعتي. لو انا بقى عامل كلمات كتير جدا ومش عارف الاقي كلمة منهم، الكلمات كتير وانا تايه وعايز اجيب كلمة بسرعة، هعمل سيرتش كده وهكتب مثلا وليكن كلمة افريد اللي انا لسه عاملها، اول ما هكتبها هيقوم مطلعها لي على طول، مش هيبقى فيه غيرها. ده بالنسبة للتبويب او التاب بتاعت words. نيجي بعد كده للجزء بتاع براكتس، وده بيتيح لي ان انا اتدرب على الكلمات اللي انا مسجلها بالفعل، وممكن اعمل اوبشنز بقى كتير. ممكن اخليه اول ما اخش على الكلمة يقوم هو مشغل الصوت بتاعها وينطقها لي، اخليها اوتو او اوتوماتيك اللي هي اوتوماتيك يعني، او ممكن اخليها مانوال او اخليها يدوي. اما practice from انا بحدد منها انا عاوزه يمرني على الكلمات اللي لها ليفل كام، اللي هي ليفل 1 ولا ليفل 2، لان احنا اتفقنا ان انا لما بسجل اي كلمه بسجلها ليفلز او بسجل المستوى بتاع الكلمه او هي ليفل كام في الصعوبه. فانا عايزه دلوقتي يحدد لي انا هعمل practice، او انا بحدد له هيخليني اعمل practicing على او تدريب على الكلمات اللي من ليفل كام لليفل كام. هي دي الخانه بتاعت from to. بحدد مثلا عايزه يمرني على الكلمات من ليفل 0 لحد ليفل 3. طب هو دلوقتي بيقول لي انت عايز تعمل showing
للايمج اللي موجوده مع الكلمه ولا عايز تدرب عليها من غير صوره وتحاول انت تسترجع لو انت مثلا عايز تعرف انت اتعلمتها ولا لا. فانت بتختار، لو عملت العلامه اخضر يبقى انت كده هتظهر الصوره، لغيت العلامه كده الصوره مش هتظهر. خلصت، دوس على براكتس، بيجيب لي الكلمات اللي في الليفل اللي انا اخترته. خلصت الكلمه دي، عايز اعرف صوتها مثلا او عايز اعرف نطقها، بدوس على علامه السبيكر بينطقها لي على طول. عايز اشوف الديسكريبشن او الديفينيشن بتاعها بدوس عليه بيظهر لي على طول تحت. طيب انا خلصت وعايز ازود الليفل بتاع الكلمه او انقصه، حسيت انها صعبه ممكن ازود الليفل، حسيت انها بقت سهله خلاص ممكن اقلل الليفل زي ما انا عاوز. خلصت الكلمه دي، بدخل على الكلمه اللي بعدها من العلامه بتاعه الهاند دي او الايد، يديني الكلمه اللي بعدها واخلصها اخش على الكلمه اللي بعدها وهكذا. اما بقى بالنسبه للكويز، انا خلصت وعايز اعمل كويز او عايز اعمل امتحان كده صغير اختبر فيه هل انا اتعلمت الكلمات دي ولا انا لسه محتاج اتعلمها اكتر. بص على كلمه كويز، هيقول لي بقى هو هنا في اوبشنز كتير ان هو ممكن لما البرنامج يتحط له ديسكريبشنز كتير او يتحط له ديفينيشنز كتير الكلمات هيظهر لي اختيارات، فهيديني الكلمه وهيديني اوبشنز او اختيارات هنا اختار منهم الديفينيشن الصحيح بتاع الكلمه. فانا عشان لسه ما استخدمتش كلمات كتير او ما حطيتش بكلمات كتير على البرنامج ما عنديش كذا وصف ممكن اختار منهم، لكن لو انا عملت كده هلاقي هنا يختار لي الوصف، يعني هيديني كذا وصف او كذا اوبشن لكذا وصف وانا اختار منهم الوصف المناسب ليا، وبعدين اخش على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده وهكذا. ده بالنسبه للتبويب بتاع براكتس. اما بقى ساوند، طب ايه ساوند ده بقى؟ ده بيحدد لي انت عايز تسمع الكلمات بصوت مين، عايز تسمع الكلمه بصوت راجل او ست. عندك الكلمات اللي هم اليكس وسامانثا ونيكي، دول كلهم سيدات. No tax. No اما ايرون No text. اما ايرون او مارتا، مارتا برضو No text. ست. اما دانيال No text. او ارثر No text. بتختار بقى منهم الشخص no اللي انت عاوز تسمع no الصوت باسمه. عايز تسمع امريكان اكسنت، يو اس دي امريكان اكسنت. اما هتلاقي بقى الجي بي no الجي بي دي هي اكسنت مختلفه، فانت بتحدد انت عاوز تسمع no بأني اكسنت وبأني لهجه معينه. لو انت عايز تجرب الصوت في تكست معين تكتبه ممكن تدوس على انتر تكست هنا وتكتب مثلا كلمه هات، هيبدا تختار hat. وتشوف مين hat. احسن صوت hat. عجبك hat. وتحدده وخلاص. ده بالنسبه للجزء بتاع ساوند. اما السيتنجز بقى اللي هي الاعدادات، بيقول لك ان هو بيستخدم هنا الواي فاي، بيعرفك نوع الاتصال اللي انت متوصل او مستخدمه في البرنامج، وكمان بيقول لك عدد الكلمات اللي انت مسجلها جوه البرنامج او التطبيق، وكمان بيحدد من هنا سرعه نطق الكلمات، انت عايز ينطق الكلمات بسرعة ولا عايز ينطقهم بالراحة. فعندك هنا سرعة من واحد او من زيرو لحد تن، بتختار منها اللي انت عايزه حسب الليفل بتاعك وحسب قدرتك انت على الليسننج وعلى مهارات الليسننج وبس. دي كانت كل حاجة عن الابليكيشن، اتمنى تكونوا استفدتوا. انصح اي حد عايز يتعلم كلمات جديدة انه يستخدم التطبيق ده، هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعه في صندوق الوصف في الاب ستور والجوجل بلاي. شكرا لكم واتمنى تكونوا استفدتوا من المراجعة، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جايه. وبكده تكون انتهت المراجعه بتاعه التطبيق، اتمنى تكون استفدت، اتمنى انك تبدا تنزله وتبدا من النهارده في تعلم الكلمات الجديده بالطريقه الصحيحه اللي انا علمتها لك. شكرا ليك واشوفك في فيديوهات جايه. باي باي.